إلى السودان، حيث أرسل الجيش تعزيزات عسكرية لمدينة الفاشر في ولاية دارفور بعد تنامي القتال في المدينة وتقدم قوات الدعم السريع فيها، حيث سيطرت على قرى عدة بعد أن خلفت دمارا فيها. بدورها دعت الأمم المتحدة لضبط النفس واتخاذ إجراءات لمنع التصعيد. مدينة الفاشر عاصمة ولاية دارفور، بعد أن نأت نفسها عن الحرب بين طرفي الصراع الجيش والدعم السريع، باتت على شفا مجزرة واسعة النطاق بعد أنباء عن شن الدعم السريع هجوما على المدينة، حيث أصبحت تكنة عسكرية مع إرسال الجيش تعزيزات عسكرية بعد الدمار الذي خلفه الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معه في قرى عدة غربي المدينة. تحذيرات أممية عقب أنباء عن الهجوم الوشيك، فقد طالب مجلس الأمن بوقف الحشود العسكرية للمدينة واتخاذ إجراءات تهدئة بدلا من التصعيد، فيما حذرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة من الهجوم المزمع الذي سيضيف كارثة إضافية على السودان. القتال في مدينة الفاشر قد يؤدد توترات عرقية ظهرت بداية القرن الحالي، حيث أصبح قرابة 800 ألف شخص في المدينة معرضين لخطر مباشر مع تفاقم أعمال العنف والتهديد في ولاية دارفور بأكملها. وبحسب تقارير أممية، فإن الصراع في السودان أدى إلى مقتل الآلاف، وبات نصف سكانه البالغ عددهم 48 مليونا بحاجة لمساعدات، وباتوا على حافة مجاعة، وتسبب الصراع في تشريد قرابة 8.5 مليون شخص. التاريخ يعيد نفسه مرة أخرى في دارفور، لكن المفارقة هنا أن أصدقاء الأمس باتوا طرفي الصراع بعد أن تحالفا على تمرد في المدينة مطلع العقد الأول من القرن الحالي، على تمرد لجماعات غير عربية قتل فيه قرابة 300 ألف شخص. من لندن ينضم إلينا مستشار قوات الدعم السريع السيد عمران عبد الله حسن. سيد عمران، أهلا بك. نتحدث اليوم عن تقدم لقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر وسيطرة على قرى وبلدات تابعة لها. إذا ما تحدثنا عنها تحديدا، هل من أهمية استراتيجية تقع في هذه المدينة بالتوسع فيها؟ طيب، في البدء التحية لك ولكل مستمعي قناتكم العامرة. أولا سيدتي الفاضلة، شهدت مدينة الفاشر ومنذ بداية الحرب عملية قصف جوي ومدفعي من قبل منسوبي الحركة الإسلامية داخل الجيش، وازدادت وتيرة هذا العدوان السافر في الآونة الأخيرة لا سيما في الأحياء الشرقية من مدينة الفاشر، مما أدى إلى ارتفاع عدد كبير من الضحايا والجرحى من المواطنين العزل. تسببت عملية القصف العشوائي للطيران إلى نزوح الآلاف من المواطنين، مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني، ونتيجة لذلك حتى رأينا قد حذرت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودولة الإمارات من مخاطر تحدق بحوالي 800 ألف شخص في عاصمة شمال دارفور الفاشر. بالنسبة لنا كقوات دعم السريع، نحن ملتزمين تماما بالمواثيق الدولية وملتزمين بالقانون الإنساني، لكن أيضا يحق لنا أن ندافع عن أنفسنا. نحن منذ اليوم الأول كان موقفنا موقف المدافع عن نفسه، لكن سيدة الفاضلة رأينا أن قوات الجيش وحلفائها من الحركات التي خرجت من الحياة وآثرت أن تقاتل في صف العدو، الآن هي تتربص بالمواطن في منطقة دارفور وتقتل بدون أي تريث. فبالتالي سيدة الفاضلة، الآن نحن ليس لدينا شيء أن نفعله. نعم، مدينة الفاشر هي منطقة تكون استراتيجية، لكن نحن بعنينا هو حماية المواطن. كل السودان، كل مدن السودان هي مهمة بالنسبة لنا، ما في مدينة أقل مدينة. ونحن منذ اليوم الأول قوات الدعم السريع رفضت تماما حتى قروب من مدينة الفاشر. سيد عمران، ما تتحدث به اليوم يخالف الكثير من الاتهامات التي توجه لكم، ليس فقط من قبل الجيش وإنما أيضا من قبل الأمم المتحدة، وهذه الاتهامات لا تقع فقط فيما يتعلق بربما عمليات التشريد والنزوح لهذا العدد الذي ذكرته بالتحديد، وإنما أيضا بارتكاب جرائم حرب في عدد من مناطق السودان ومدنها. سيدتي الفاضلة، لو تحدثنا عن جرائم الحرب، أنا لا أدري من أين تستقي الأمم المتحدة هذه المعلومات. كل الميديا، كل الفيديوهات أكدت سيدتي الفاضلة، وقبل يومين فقط في مدينة الأبيض تم يعني قتل وذبح وحرق عدد ما لا يقل عن
8 أشخاص أمام الملأ، وقائد قوات الجيش في منطقة الأبيض هذا هو بدوره قام بذلك، وأيضا تلاه قصف بالطيران المدفعي حتى للرعاة وقتل ما يزيد عن 600 من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ الإبل، وقتل الرعاة الذين يرعون هذه الإبل. أيضا سيدتي الفاضلة في منطقة أبكرشولة تم هناك رمي بالرصاص لمواطنين على أساس عنصري وجهوي، وكذلك في منطقة مدني والجزيرة ضرب عشوائي للطيران. قوات الدعم السريع لا تمتلك سلاح الطيران، لا تمتلك السلاح المدفعي التي تمتلكه هذه الجماعة. نعم، ولكنها تدافع على الأرض سيد عمران، أليس كذلك؟ وتواجه هذه القوات، فالحرب ليست فقط بهذا القصف الجوي أو الاستهداف الجوي، وإنما أيضا هناك ميدانيا عمليات مستمرة من قبل الدعم السريع. سيدتي الفاضلة، ماذا بوسعنا أن نفعل إذا كان تم ضربنا في مواقعنا، تم حرق مع مواقع تجمعات عسكرية، ماذا نفعل؟ هل يمنع نحن نمنع من الدفاع عن أنفسنا؟ سيد عمران، إذا حتى أستوضح فقط، هل تتحدث هنا وتشير بشكل واضح إلى أن ما تمارسه قوات الدعم السريع هو موقف دفاعي فقط وليس هجومي؟ إذا لم يكن هجومي، كيف تمكنت من السيطرة على عدة قرى وبلدات دافعة تابعة للمدينة؟ سيدتي الفاضلة، عملية الدفاع يمكن أن تؤدي إلى أحيانا يقول أن عملية الهجوم أيضا هي خير وسيلة للدفاع. أنت تأتي مثلا منطقة، لو طرقنا منطقة الجزيرة مثلا أو منطقة وط مدني، جاء السيد البرهان وخاطب هنالك ما يزيد عن 40,000 من المستضفرين، وقال هذه سوف تكون النواة لتحرير الخرطوم ولدك معاقل قوات الدعم السريع. ماذا يعني ذلك؟ أيضا من قبل ذلك جاءتنا عدد كبير من الجماعات التي تهاجمنا وتضربنا من منطقة مدني. إذا فبالتالي نحن من باب الدفاع عن أنفسنا لابد لنا من مهاجمة هذه القوات معاقلها. هذا ما حصل. حتى هذا يعد من سبيل الدفاع فقط عن النفس. نعم، هل هذا ينطبق أيضا على الجنينة، حيث تحدثت التقارير أيضا عن اتهامات كذلك بجرائم حرب وجرائم مروعة على أساس عرقيا فيها، هل هذا أيضا يأتي تحت الدفاع؟ اول حاجه بالنسبه لمنطقه الجنينه، هنالك شقين لابد من ان يفهمها اي انسان، ومعظم مواطني الجنينه ومناطق دارفور يعلم ذلك، ان منطقه الجنينه فيها حرب قبليه قديمه متجدده ما بين جزء من المكونات العربيه وجزء من القبائل التي ينتمي اليها السلطان بحر الدين الذي الان يعني يتجول في العواصم الاوروبيه ويتحدث عن عمليه انتهاك. هنالك يعلم الجميع ان تم تسليح للمواطنين الذين ينتمي اليهم هذا السلطان بما يزيد عن 6,000 قطعة سلاح، ودفعوهم لمهاجمة بعض المكونات العربية. حتى قوات الدعم السريع لم تستطع أن تفعل شيء. قوات الجيش إنما أتوا عليها، جاءت هذه المكونات، جاءها بلاغ بالوقوف بين هؤلاء المتقاتلين، لم تفعل ذلك، بل وقفت مع الطرف الآخر وضربت القبائل العربية. فسيدتي الفاضلة، تلك حرب قبلية تمت فيها قتل من الطرفين، هنالك عدد كبير من الأموات من الطرفين. أنا لا أدري لماذا لا يذكر الطرف الآخر، القبائل العربية مات، قد يكون الموتى منها أكثر من القبائل الغير عربية. لكن نعم، هناك سيد عمران دعوات وإدانات، وكذلك الإدانات مثلا من الولايات المتحدة للطرفين وليس فقط للدعم السريع. مقابل ذلك نحن نتحدث اليوم عن حوالي 18 مليون سوداني يواجهون خطر المجاعة، وأمام هذا الرقم أيضا 730,000 طفل من سوء التغذية الحاد. في ظل هذه الاعتبارات، هل تتوجهون أو تفكرون على الأقل بتجاوب إلى الدعوات التي تدعو إلى الوصول إلى حل ونوع من التفاوض لإيقاف هذا الاقتتال على الأرض؟ نحن سيدتي الفاضلة، منذ اليوم الأول، منذ الأسبوع الأول، نحن رحبنا بأي عملية هدن، والتزمنا بعدد أكثر ما يزيد عن 5 هدن، لكن للأسف لم يلتزم بها الطرف الثاني اللي هو الجيش أو منسوبي الحركة الإسلامية الذين يعني اخترقوا كل هذه الهدن. بالنسبة حتى لعمليات التفاوض، نحن رحبنا بكل عمليات التفاوض، ذهبنا إلى جدة أكثر من 3 مرات، ذهبنا إلى الاتجاه الافريقي، الى ذهبنا الى القاهره، كل هل من افق اليوم سيد عمران؟ سيدتي الفاضله، نحن مرحبين باي مبادره من شانها توقف هذه الحرب وتوقف معاناه الشعب السوداني، لكن المحك الحقيقي ياتي حل يقبل الذين اشعلوا هذه الحرب التي لم تؤتي اكلها ولم تحقق اهدافها، التي الرامي الى انهاء الدعم السريع وانهائه من الوجود. هل تقبل ان توقف هذه الحرب؟ لا أظن ذلك سيدتي الفاضلة. إذا أراد الجيش أن يوقف هذه الحرب، لا بد من أن يفك الارتباط ما بين الجيش والحركة الإسلامية التي أشعلت هذه الحرب من أجل العودة
إلى السلطة. نحن نرحب بكل المبادرات سيدة الفاضل. لا تسمعي هذه الإشاعات يقولون أن قوات الدعم السريع لا تقدم التنازلات. نحن اليوم مستعدين لإيقاف هذه الحرب إذا استلزم الطرف الآخر، لأننا نحن من نعايش الشعب السوداني ونحس بمعاناته ونحس بآلامه. لكن هؤلاء الذين يقولون ينادون باستمرارية هذه الحرب هم معظمهم موجودون في الخارج، أبنائهم في الخارج ومؤمنين مستقبلهم، سرقوا البلد لمدة 30 عاما، لا يهمهم من يموت ومن يحيا لأنهم غير متأثرين بهذه الحرب. نحن أهلنا هناك، أبناؤنا هناك، زوونا هناك، متأثرين بهذه الحرب، فبالتالي نحن ننادي بإيقاف هذه الحرب. شكرا لك مستشار قوات الدعم السريع السيد عمران عبد الله حسن، كنت معنا من لندن.